السيد الرئيس الحسنية فيها 73 منخرط، الحاضرون اليوم إلى حدود الساعة كاين 43 منخرط. القانون ينص على أن أشغال جمع العام تكون قانونية بحضور نصف أعضاء زائد واحد، وبالتالي بحضور 43 من أصل 73 تكون أشغال الجمع العام. فالشوق ديالي كيمشي لجميع الأعضاء اللي مروا في المكتب واللي قدموا واحد العدد ديال الأعمال لصالح الحسنية وشاركوا معنا العموم ديال السير اليومي ديال الفريق في حجم حسنية الكتف. أمامنا أوراق كبيرة في السنوات المقبلة، أمامنا تحديات كبيرة، ولابد أننا نجمعوا الكلمة ديالنا ونوحدوا الصفوف ونمشيو إلى الأمام. كل صدق وكل أمانة، وكان كلنا غادي يكون هنا، غادي يكون عندنا الهم الوحيد هو نزيدوا من الفريق ديالنا. في نطاق ماشي مشكل، بغيت نقرا عليكم qui retrace l'ensemble des opérations financières enregistrées par le club au cours de la saison sportive 2020-2021 arrêtée le 30 juin 2021. Le présent rapport financier constitue les éléments suivants: le rapport financier, le bilan et le compte de produits et de charges qui permettent. Si Habib Sidino. سي حبيب سيدينو هو هنا. لا بغينا نكون غادي نديرو بعد ما الاعلان على المكتب الجديد غنطلبو المكتب القديم يطلع باش ياخذ واحد الصوره تذكار وينزل ويطلع المكتب الجديد. اذا اقول بان وكيل لائحه سي حبيب سيدينو وهو رئيس المكتب المديري لنادي حسنيه اكادير للثلاث مواسم المقبله. الساده امين بور النهار سي محمد علي بوحجرة، سي حميد توفيقي، سي رشيد البطاح، سي محمد أهربا، بالعيد الفقير، فيصل خادم، رشيد بيروايل، ياسين بيجديقن، فؤاد المنصوري، رشيد أباشوش، محمد الحيان. إذا المكتب يتكون من 13 عضو، يعني 12 عضو إضافة إلى السيد الرئيس، وبالتالي يكون المكتب المسير أو المكتب المديري لنادي الحسنية الاتحاد الرياضي لأكادير للمواسم كما قلت الثلاث المقبلة، مكون من الأشخاص الذي تليت عليكم أسماءهم بحيث تضعت لائحة واحدة داخل الأجل القانونية. وأعرض على المكتب يعني على المنخرطين تزكية هذه اللائحة، لأن عندنا غير لائحة واحدة. المهم السيد امين محمد علي محضر حميد توفيقي رشيد البطاش ما شاء الله الفقير فيصل خادم
رشيد بيروين ياسين بجليل فؤاد المنصوري رشيد أبشوش ومحمد الهيال. ربما جبنا واحد العدد ديال الجموع العام ما كنتوش حاضرين وكانت واحد فعلا واحد الخصاص واحد الصوت. انا سعيد نلتقي بكم من جديد. فاحنا جد متفائلين على هذا الجمع العام والطريقه الجداد ولو كان يعني واحد انتقادات كثيره ولكن احنا مولفين هادشي لان اللي واجب علينا هو اننا نخدموا كنا خدامين واليوم غادي يكون واحد المكتب اللي عنده يعني بعض المسيرين الجداد اللي غيدخلوا اول مره لميدان التسيير عندهم كاينين منخرطين اللي قدام دخلوا اول مره للتسيير وكاين مسيرين جدد شباب اللي عندهم شواهد عليا واللي غادي نستافدوا منهم ومن التجربه ديالهم الدراسيه. فإذا كتشوفوا المكتب المسيير الجديد للعسانية فيه شيء كيكمل شيء التاريخ هذا كاين دابا الناس اللي عندهم تجربة وكاين الناس اللي شباب خصهم تجربة درنا واحد الخريطة اللي غادي نديروا منه واحد المكتب منسجين اللي غادي يكون زي موعد مع الأوراش ومع التحديات اللي امام الحسنيه. صنع فريق كبير في مستوى اللي عملها ورجع للصحه الافريقيه على مستوى التكوين كاتيجوري دي جون ومركز التكوين بالنسبه للسياسه ديال الماركتينغ السياسه الاقتصاديه ديال النادي خصها نعاودوا فيها النظر والتواصل بزاف ديال الاوراش اللي حقيقه منذ يعني كنظن ست سنتين الان حاولنا نجيبوا بعض التصليحات على الاستركتور ديال الحسنيه ولكن في هذا المكتب الجديد كنظن ابتداء من يوم الاثنين ان شاء الله راه غادي يبداو اجتماعات ديال فريق الحسنيه ديال المكتب المسير ان شاء الله كنتمنى الدعم منكم اولا انتم يعني طرف في لا جيستيون ديال الحسنيه كنتمناو الجمهور ديالنا الحبيب يكون في المستوى ديال الفريق ديالو ونتمناو الفريق يكون في المستوى ديال المشجعين ديالو. الهدف هو الحسنيه ترجع للصحوه وترجع للبطولات الافريقيه وهذا هو اللي عندي بنقول في هذه الامسيه وشكرا لكم جميعا. الجامع العام الحبيب الحمد لله اليوم الصوره الحقيقيه ديال المكونات الحسنيه ديال الاكاديميه فعلا كانوا قبل كانت ماشي صوره سيئه ولكن كانت امور اللي كانت لابد لانه المعارضه راه واحد الوقت كانت مهمه هي اللي ولات هذا المكتب هذا ان شاء الله جديد. احنا اليوم جينا اليوم لاجل الحسنيه ان شاء الله نتمنوا معرفه المسير الجديد لانه الرئيس واخا رئيس قديم ولكن بمكتب جديد ان شاء الله انا نعود طريقه خارج ان شاء الله الحسنيه تستحق اكثر لانه فريق عنده هويه فريق كبير وواضح ان شاء الله نتمنوا يكون عند الصحه والسلامه ان شاء الله ديال الناس الجميع ان شاء الله شكرا.